ليكو شو بدنا نعمل؟ رح قلكن دغري شو الإيفال لحتى نشتغلوا بعدين أنا وياكم شوي. أنتوا بتعرفوا أنه آخر فترة نحن عنا بدول عربية صاير الغنى كتير فايت بالدراما، يعني مثلا كتير في نجوم بغنوا بمثلوا، صاير التيتر الجينيريك تبع المسلسل أهم نجوم بغنوها، يعني صايرين كتير فايتين ببعضهم الأشياء. حلو، هيدا شيء كتير حلو. شوفوا شو رح نعمل، بدكم تخترعوا مسلسل، قصة مسلسل، تخبرونا الساينوبسيس عنه والجينيريك تبعه تغنوا لنا إياه. سوري مدام، يعني التيتر الجينيريك هلا خط. انت صابي مهضوم فوق انك فنان مهضوم. بدي اقول لكم كيف ببلش كتابه المسلسل. يعني واحد كيف بيخطر بباله مسلسل وببلش يكتبه، اول شيء لانت تجي مثلا تقول لانسان بدك تنتج لي هالمسلسل بتشتريه مني، ما بده يقعد يقرا 100 حلقه، بتكتب له انت 3 صفحات بتخبره شو هو هيدا المسلسل. اوكي، ها، وانت تكتبهم بدك تكون فكرت فيهم قبل، بدك تكون وصلت للقرار النهائي فيهم. اوكي، هلا بقولكم شو يعني هيدا، بقولوا له ساينوبسيس يعني اختصار. في شيء اسمه ساينوبسيس اختصار صغير، في شيء اسمه تريتمنت يعني معالجه المسلسل اطول شوي، يعني منفوت بالتفاصيل شو بده يصير شو ما بده يصير. اوكي، نحن اليوم بكره بالايفال بده يفوت، يعني حدا كل واحد منكم بده يفكر عن شو بده يكتب. انا هلا رح اقول لكم كيف بيعملوا الاختصار، تعملوه وبدكم تلاقوا له غنيه بتلبق له للجينيريك. يلا غنيه، يعني مش إيه لا مش انتوا بتالفوا غنيه اكيد، يعني التيتر تبع المسلسل. بس ايه، انا برايي انه تفوتوا تغنوا تغنوا التيتر تبع المسلسل، تخبرونا شو هو المسلسل بالغنيه، تنهوا بالتيتر النهائي مثل ما انتم بتشوفوها، فيها تكون مثلا فوكاليز يمكن زيت الغنيه، اوقات بحطوا الموسيقى لحالها بالاخر بس يحطوا الاسامي التانيين تبع تيتر الفينال، اوقات بحطوا فوكاليز، اوقات بحطوا موسيقى لحالها، اوقات هيك كم جمله مثلا من الغنيه هيك، يعني اعملوا لنا بكلوا لنا اياها مقدمه، قولوا لنا شو يا فيكم تقروه فيكم تقولوه الملخص، ورجعوا هيك نهولنا بشي حلو، شي بارتيسيون من الموس، يعني ما توخذني يعني شي لا يعني ايه يعني العبوا يعني من الغنية شيلوا شي قولوا هيك كأنه عم ننهي يعني فهمت مدام كلودا اغنيه معروفه اي طبعا شو انت تقول اغنيه مسلسل يعني انا اتتر مسلسل واعمل مسلسل إيه؟ هلا انا بقول لكم يعني انا في مثلا انت شو في غنيه بتضل تغنيها شيء عن السفر ما السفر صار لازم اوداكم ايه بكاني السفر وقفي على البحر بكاني السفر شو هو؟ كيف بدي اقولها بالايفال هلا؟ لا خلص بالايفال، جيب لي شيء جديد سمعتها منك. مثلا في فوت يغني لي واقفه على بكان السفر، بخبرني بعدين شو المسلسل بده يكتب عنه، يمكن مثلا شو بيطلع على بالك موضوع لهيك شيء؟ قول شغل خيالك. كلمة مسافر. شو يعني مسافر؟ هجرة. وسع هجرة. هجرة. بدي احكي عن الهجرة. يعني اللي بيسيب بلده ويتغرب عشان خاطر يشتغل. اوكي، بدي احكي عن الهجرة. بيحكي عن الهجرة، بخبرنا شو هو، وبقول هيدا هي مسلسلة ان شاء الله يكون حلو، ان شاء الله ابطال يكونوا عجبوكم. عمل لي بارتيسيون من هالغنية. بارتيسيون. يعني رجع شيل شيء من هاي الغنية وفل. هيدي آخر تيتر الفينال، تيتر الإخراني تبع الأسامي الطوال هيك، مش إنه بطولة وكتابة وكذا، بالآخر يلي كل الناس اشتغلوا عادة بحطوا موسيقى بحطوا
غدا هالقد صعبة ما هي فهمت لأنه ما فهمت شيء تقبريني والله ما فهمت شو بعمل فيها هلأ أنا طيب خليني هلأ بتفهمي خلينا هاو رح أعطيكم هالورق بعدين خلينا نحكي شو شو يعني مسلسل أنا اليوم مثلاً بدي أكتب مسلسل أنا حدا صار كاتب 43 مسلسل أوكي بدي أكتب فعلياً يعني مش عم بمزح هلأ بدي أكتب 44 أنا ليش بدي أكتبه أول شيء أعظم شيء هيدا ليش أنا بدي أكتب هاي المسلسل شو بدي أقول فيه يعني أنا تأكتبه شو بدي أقول فيه هلأ مش لأنه طالبينه مني ولازم أكتبه بدي أطلع مصاري لا لا عم نحكي حدا عم بيكتب يعني فعليا هيدا مهنته وقاعد بده يعمل هلأ طلع عباله يعمل مسلسل لأنك شفتي شيء وحسيتي فيه وبدك تنقل برافو ممكن كتير ممكن كتير ممكن أنا مثلا شو بعرفني تعرفت على ليا خبرتني قصتها مثلا إنه أنا مدري وين عايشة ومش عارفة حالي وعايشة هونيك ما بزبش لهم بروح لهونيك كذا ممكن يخطر عبالي أحكي عن هالعالم مثلا يلي هني عايشين بغير بلدون مش عارفين انتماء ولا مثلا رح اعمل شيء اهين رح اعمل شيء كليشيه اهين يعني مثلا رحت انا على مركز شو بعرفني خلينا نقول مثلا بدي اكتب عن لقيتين بدي اكتب عن لقيتين مثلا اوكي بدي احكي عن هالعالم يلي هن جوا ما حدا بيعرف عنهم شيء إلا بالعيد نعطيهم شوية مصاري كيف بيعيشوا شو بيعملوا كذا أوكي تأكتب مسا أول شيء عرفت أنا إنه الأيتام أوكي أيتام طيب وين بدي حدد مكانه وزمانه هل بدي أعمله شيء اسمه إيبوك يعني قديم يعني سنة الستين سنة الخمسين ولا أنا اليوم مثل ما أنا عايشة اليوم تاريخ 2014 المكان وين؟ بدي حدد المكان لبنان بلبنان جبل ولا مدينة؟ مدينة أوكي؟ طيب ها ومهمين كتير طيب بغض النظر كم حلقة وشو كم حلقة ما بخص ما بهم بالساينوبسيس الصفحتين ما بهم حلقة حلقتين عشرة مية مش هذا المهم مهم أول شيء أنا حط الأشياء الأساسية تعرف حالي وين رايحة وين جاي أوكي طيب فكر أنا هل بهالقصة بهم شو هن شو ديانتهم مثلا ما بهمكم ما بهم ما في ديانة خصوصا إنه أوكي ما عم نعرف وما عم نعرف شو منين جاي شو أهله مش معروف دينه حتى كم بيعني كتير مني أبطالي مي ما في يكون الأيتام ما في إيه طبعا بدنا نقول المطرح اللوكيشن المطرح اللي بدنا نصور فيه الأساسي وين هو بميتم ميتم ميدا ميتم يعني ميتم يعني دار الأيتام دار الأيتام مثلا أوكي اوكي بهيدا الدار في شخص اسمه طارق مثلا يتيم حطه هون في صبي عمره 7 سنين اسمه طارق اوكي طارق في معه كميه من الاولاد حواليه بس نكتب المسلسل نبقى بنقول من هن شو اسمي اوكي مش ضو عليه مين المسؤول هنيك مشرف استاذ رمضان اسمه رمضان رمضان ده رمضان شو وضعه شرير ولا منيح مش كويس مش كويس بيضربهم اكيد يعذبهم لانه لو كويس هيدا راك ما بنقدر نكتب له مسلسل اصلا يكون كثير منيح طارق عايش فرجه اوكي رمضان مش كويس اوكي كويس حسين مين بيكون حسين الغلبان هو شغال تحت ايد حسين أيوة. شغال نائب رمضان. نائب عم تفهمي ما عم تفهمي ها؟ ولا شيء من اللي عم نقوله؟ لا عن جد؟ أي بلشي لي من الأول
بلشي لي من الاول. القصه 2014 ايه بلبنان بس اوكي هول الاولاد اوكلينا ايه بمطرح شو بقولوا دورتوار ما هيك ايه بمطرح للايتام هيدا مطرح ما نحن اوكي اسمه دار الايتام اوكي بهمنا شيء شو ديان شو الريليجيون تبع شخصيتنا ما بهمنا لانه اصلا ما بنعرف مين اهله الاولاد ما بنحدد وين كيف ما بنحدد في مخلوطه يعني جوا اوكي عم نعطي مثل هلا بقلب هالأورفلينا هيدا مين شخصياتنا الشخصيه الاساسيه تبعنا صبي اسمه طارق عمره 7 سنين اوكي هلا المسؤول هونيك الكبير هونيك البوس تبعهم واحد اسمه رمضان زلمه اسمه رمضان رمضان منيح كشخصيه مش منيح احسان يلي هو تحت ايده لرمضان يعني منيح يعني منيح بس بيخاف من رمضان كثير بخاف من رمضان صرت معنا ليه بكل شيء اوكي بخاف من رمضان هلا بخاف من رمضان وطارق بيحب حسين عشان رمضان مش كويس طارق ما بيسترجي يحب حدا طارق مش عارف حاله وين ليش اجى طارق لهون وايمتى اجى وقد ايه كان عمره طارق اهله كان متسول اصلا في الشوارع اهله عايشين اوكي بس وضعهم النفسي مش منيح ايه؟ يعني عم بيخبطوا بعضهم قدامه هو هرب وعم بيخبطوه فاخذوه اجت الشرطه اخذته لا 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 ميتين وهنا بيحصل كيف لبنان؟ الشرطة بتخش تاخده؟ أيه بأشر شرطة بلا شرطة بلا بلاط بلا نحن هو هرب هو هرب من البيت هرب من البيت هرب من البيت عشان شاف الحالة وحشة وكده طارق قد إيه عمره؟ رح نحط إنه عمره رح نعمل إنه طارق عمره 10 سنين لا 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 إذا 2009 رح نعمله عمره 10 سنين مثلاً لأنه أهله كان عمره من 9 سنين كان صار من 9 سنين كان عمره سنة ماتوا أهله بالحرب 2006 على لبنان تموز 2006 ضاعوا لقيوا الصبي ماشي على الطريق ما عارفين وين أهله أوكي نعتبر هيك جابوا عمره سنة لقيوا نزل صاروخ البيت راح ما لقيوا حدا لقيوا هالصبي واقف لحاله جابوا حطوهم أوكي شو بده طارق من هالحياة بده يعرف أهله وين إذا بعضهم عايشين مش عايشين أوكي؟ طيب نحن ساعتها هون بدنا نعالج بدنا نحكي عن شو كيف عايشين هول الأولاد كيف الميتم بلبنان منيح مش منيح في حنان ما في حنان شو بيتعرض هالصبي هونيك لشو شو السيئات شو الحسنات مين كذا لانه هلا هون المعالجه هي المهمه بقى هدول اوكي مين اللي كيف عايشين الايتام ايه هول اوكي صاروا بس شو بدنا نحكي بهالمسلسل لشو هول بنشوفهم باول 10 دقائق من اول حلقه هيدا مين وهيدا وين وبالميتم اوكي بس شو بدنا نحكي فيه بدنا نكون جريئين هيدا المسلسل بدنا نعرف اذا نحن مش قوية ما بدنا نقول حقيقه مظبوطة مثل ما هي ما بنعمله بيطلع سخيف إذا بدنا نقول الحقيقة غدا أنت معي معك إذا بدنا نقول الحقيقة مظبوط بنكتب هذا المسلسل هلا بيمرق ما بيمرق صارت مش كتير بيمرق كله بيمرق ما تعطل هم أنا بمرق لك إياه خلي هيدا الإنساني خلي هيدا الإنساني على جنب إيه تمام خلينا نحكي سنت وهنكتب بقى مش هلا بنكتب خلينا عم اعطيكم مثل تاني أوكي. عاطفه بدي اكتب مسلسل عاطفه مثلا حمد تروبي عمر ازاي مش عاطفي سوري بلا كيف مش عاطفي لا مثل جزور جزور اعطف من روبي اعطف الطف لا في العاطفه عم نحكي عايز اكتب اسم واحده هلا 2014 بدنا نكتب قصة لا حبيبي مرسي 2014 بلبنان مدينة ببيروت اشرفيه بليز قولي لي ما فهمت شارع فقير كتير الأبطال مين
لازم كلامكم. شو بدي أول شيء أحكي؟ بدي أحكي الحالة الاجتماعية للطبقة الفقيرة بلبنان. بدنا نحكي عن شو هون كنا عم نحكي عن الأولاد اللي ما عندهم أهل. هون بدنا نحكي على الناس الفقراء يلي عايشين بمطرح كتير فقير بلبنان وما حدا منتبه لهم. أوكي؟ طيب. زي عندنا في مصر المناطق العشوائية طبعاً ليش هون ما في بس ما حدا بيعرفه. أوكي. صبي صغير اسمه محمد. فقير كتير وسراء حرامي. بيروح على سنتر في داون تاون بيروت تحت وسط المدينة. ايه بيشوف حدا ما عم يطلع على الطاولة حاطط سلولاراته يسرق مثلا يسرق سلولاراته يطلع موبايل وكل شيء. اوكي اغراض. هيدا الصبي محمد سرق شاب قاعد اسمه مينا. مينا محمد ركض مينا لحقه. اوكي محمد فات بشارع فقير. مينا ما بيعرف انه في هيك شارع بلبنان. مش فايت عليه بحياته. بتبلش القصة. انتو معي؟ طبعا. بتبلش القصة. مينا لاحقه. محمد فات على بيت. مينا شافه. لحقه. فتح الباب. شاف غادة ام محمد 28 سنة حلوة كتير فقيرة حزينة كتير ما في زوج. بلشت القصة مع مينا وغادة. هذا الشيء اللي سمعته قبلكم. بس هلا انا بقلكم انا عايز اعرف احنا نكتب في الاخر برضو يعني هلا روقوا على شو بدك تكتبوا. شوفوا انتوا شو عم نعمل. هيك بتبلش مسلسلات. هلا هذه طبعا ماشي كده فهمنا الستبس الاولانيه انه يعني غادة شافت مينا شاف غادة بلشت القصه. هلا هلا انا عم اعطيكم اسراري. انا هيك ببلش المسلسل. لا انا هيك ببلش المسلسل. الي هون اوكي. طارق الولد اليتيم هون اوكي. طارق عم بيهرب. طارق ما بيسوى هون. حالته مش منيحه. هرب مثلا اوكي. راح على بيت في رجال طلع ما بيسوى. هرب راح على مدري شو طلع بباخرة عم في كل يعني انا مثلا قدي عندي 60 حلقة ولا 30 حلقة ولا 100 حلقة ولا خمس حلقات ولا تلي فيلم ساعة ونص. كتير بيفرق في ستركتور بدها تصير بالمسلسل. اجى لهون هيدا مين بيكون؟ يمكن هيدا طلع بيعرف هو سامع انه في مره اسمها كلوديا عايشه مدري وين مع شاب اسمه محمود ما بعرف شو بيشتغل عنده. هيدا محمود بيعرف اهله لهيدا بضل يلاقيه لمحمود بيقول له محمود تعال اخذك. بياخده على مطرح بصير يفتشوا بيقولوا له ايه كان امبارح هون في مره اسمها هيك بطلت هيك. اوكي هول هلا ما مش هول هن الملخص. اوكي انا رح اكتب لكم هلا ملخص تقلكم انتم كيف رح تفوتوا تخبرونا. اول شيء انا بدي غني. انا طلع عبالي غني اعتزلت الغرام.
هاي جينيريك مسلسلي انا بالايفال تبعي نهار الاحد مطرح ما ليا بتحط لي عليه اوكي تتر مسلسل كوات شو على فيزاج كم ساعه لا عم بسمع عم بركز كثير اوكي اوكي عشان بس ابقى معك في الحوار عم بقول مش ده التتر الجينيريك ايه ايه خلص احفظها صرنا قايلين 10 مرات حاضر حقك تكون ما بتعرفها بس صرت قايلت لك 10 مرات الجينيريك يعني تيتر بدك تضلك تسالني احفظها طب الجينيريك بالفرنش ولا بالانجليزي بالفرنساوي جينيريك. والتيتر بالفرنساوي تيتر برضو كمان ايه. تيتر فرنسي ايه. ما في شيء بالانجلي ميرسي مدام ميرسي مدام اوكي انا بدي غني اعتزلت الغرام بفوت انا انتو جري بغني اعتزلت الغرام الله لا يسمعكم مشان هيك اعتبروا انه انا غنيت اعتزلت الغرام خلصت كنزة انا هلا بعمل ايفال تمام اوكي كنزة هي بنت حلوه كتير جايه من مصر هي عايشه بمصر مع اهلها بس هي اصلا لبناني اهلها طلقوا بعضهم وهي كان لازم تاخذ موقف مع حدا عم بخترع هلا انا عم بخترع بس انتم لازم تكونوا محضرين كان لازم تاخذ موقف مع حدا حست انه بتحبهم قد بعضهم لدرجه بتحكي للجريح بتحكي لنا قصه بتحبهم لبعضهم قد بعضهم لدرجه انه ما فيها تنقي حدا منهم قررت تتركهم اثنيناتهم لانه اذا قعدت مع البي بدها تخسر الام واذا قعدت مع الام بتخسر البي اذا عاشت لحالها ببلد ثاني بتضل حاسه انه اثنيناتهم لها اثنيناتهم بحبوها ذات الشيء طبت كنزة أغراضها وإجت على لبنان كانت هي بمصر بتحب شاب اسمه منير كان فقير وحبته وقالت له أنه ما في مشكلة بتشتغل أنت وأنا بساعدك قامت اكتشفت مرة على أساس هي بالجامعة ما طلع في أضراب بالجامعة ما في درس إجت على البيت لقيت أنه منير معه وحدة تانية بالبيت البيت اللي هي كانت دافعة نصه لحتى يتجوزوا وعم تفرشوا هي منه عملت بمصر عملت كريزة وعملت عقدة وقالت انه انا ما بدي حب بحياتي اعتزلت الغرام اوكي ليه عم تضحكي اعتزلت الغرام ليه عم تضحكي لتكون قصتك مزبوط قالت انه انا ما بدي بدي حب بدي اشتغل بدي اعيش مبسوطه ما بقى بدي حب هون بتغني الغنيه اجت على لبنان لا غنيناها خلصنا اجت على لبنان وهي دارسه بالجامعه علاقات عامه فقدمت على بنك هي كان خالها بيشتغل فيه لان هي اصلا الام اصلا لبنانيه قبلوها وبلشت تشتغل بالبنك بس مش كتير كل هيدا انه لازم نلخص يعني انه كنزة كذا وكذا روقي هلا رح لخصكم بعد شوي روقي انت هلا عالكين عم بعمل ايفال روقي هلا بنضل نرخص تتصير دقيقه ما عم نخترعها خلينا نخترع القصه بعدين بنلخصها اوكي هلا انسي انه انا بالايفال انا هلا انتم عم تخترعوا قصتكم اجت لهون بلشت تشتغل ببنك مره بيجي واحد على البنك بده يحط مصاري اسمه الي بينغرم فيها بصير رايح جاي بعلقها فيه بترجع بتتكرر قصتها عن جديد وما بنعطي فينال بالسينوبسيس ابدا مثلي انا ما بنعطي فينال ابدا لانه بيسرقوها ما بنعطي فينال انا ما بعطي فينال اوكي مين بيسرقوها هي اللي عم تقدم لهم اياها حبته كثير وبلشت تحاول تطلع منه تطلع معه من العقد اللي هي فيها واكتشفت مع هالزلمة انه عقدتها مش مبلشة هون لانه هي صارت ثلاث مرات حابة حدا وبخونها هي عقدتها مش هون هي عم بتفتش على حدا بخون لانه هي بنت ما بتعرف تحب مزبوط لانه عقدتها من ايام بيها وهلأ اكتشفت هي انه كانت كتير صغيرة وهلأ عم تتذكر انه لما كانت امها تسافر تروح لتشتغل بالمستشفى لان كانت معطرة تشتغل المستشفى بالليل كان بيا يجيب حدا على البيت وكان يقول لها اوعى تخبري امك مثلا هل رح تقدر كنزة
مع إلي تطلع من هالعقدة؟ هل رح يكون إلي على قد المستوى إنه كذا؟ هل بيخلص الساينوبسس؟ بيخلص هون الساينوبسس، أوكي؟ بدك تختصري أكثر؟ هون الإفار، هيدا هو لا. إنه أنا بفوت بحكي اللي أنت مثلا لنفس بدي بعد ما خلصت؟ أوكي. هل كنزة رح تقدر تطلع من هالعقد اللي هي فيها لما إلي قدر يخليها تتذكر طفولتها وشو البشع بطفولتها؟ هل رح يطلع هو أسوأ من غيره؟ هذا يلي أنا حابة أكتبه بعشرين حلقة بثلاثين حلقة. حددوا لنا بدي سميهم اعتزلت الغرام، سموا المسلسل كمان على اسم الغنية، وبدي حاول قول إنه إيه أوقات إذا بيتلاقى ناس بيساعدونا نقدر، مش مظبوط انه في عقد تتحكم فينا لكننا متنا. ميرسي.